لو جئت اليوم إلى العلم التجريبي والمادي لأنكره، لأنه عالم آخر، عالم لا يستطيع الإنسان أن يدركه بحسه. قل أوحي إلي. لماذا جاء بها أنه أوحي إلي؟ يريد كما ذكرنا واحدة من مقاصدها العظيمة، أن لا صلة مباشرة بين هذا النبي الكريم وعالم الجن. هذا النبي الكريم لا يتواصل مع جن، وإلا كيف يقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن؟ إذن ما في تواصل مباشر. ولهذا نحن قلنا في البدايات أن هناك العديد من الروايات حول هذه المسألة. البعض قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجن وسمعهم وسمعوا منه، والسورة العظيمة ترد هذه الرواية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا الوحي أخبره بأنه استمع إليه نفر من الجن، هو واضح من سياق الآيات. ما كان عليه الصلاة والسلام يعلم ولا يعرف بأنه هناك سماع هذا النفر من الجن حين استمع إلى هذا القرآن العظيم. الشعور الأولي، ردة الفعل الأولية، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، حديث دار بين الجن. ما الذي نقله لنبينا عليه الصلاة والسلام وأصبح حديثا يقرأ؟ قدرة الله عز وجل، العالم بالخفيات الذي خلق عوالم مختلفة غير عالمنا هذا.